دماغ الإنسان لا يتوقف عن العمل، حتى لما ينام الواحد منا يظل دماغه شغال، وأحياناً لما يحط الواحد منا راسه على الوسادة يبدأ يخطط لحياته، صح ولا لا؟ للعمل والأسرة والصحة والأموال والدراسة وكل شيء، وتمر ساعة ورا الثانية لين يطلع الفجر. فيتمنى الواحد منا حينها لو يقدر أن يتحكم في هذا الدماغ اللي ما يسكت أبداً. تعرفون كيف ممكن نتحكم بالدماغ؟ بالتأمل. كثير من الناس يظنون أن التأمل هو موضة عصرية حق رجال الأعمال والموظفين اللي يشتغلون في مكاتب في طوابق عالية، أو حق رجال البورصة والمسؤولين والمحامين. لكن التأمل أقدم من البورصة ومن الوظيفة، وأقدم من الصناعة والبناء. وعلى مر السنين تثبت الأبحاث أن التأمل يغير حياة الإنسان. لو سألتكم كيف كان يومكم؟ شو بتكون الإجابة؟ جيد أم سيء؟ صح؟ طيب ليش جيد وليش كان سيء؟ أنا بجاوب عنكم، من الناس والأحداث اللي مرت فيها طول اليوم. يعني مثلا لو كنت موظف ومديرك مدحك، يومك بيكون جميل جدا. لو كنت طالبة والأستاذ ما عجبه البحث، يومك غالبا بيكون سيء. لو قضيت يومكم مع الأصدقاء بيكون يوم بهيج ورائع. لو قضيتوه في متابعة أخبار القتل والدمار فأكيد بيكون تعيس. لكن في الحقيقة الناس والظروف ما لهم أي دخل في سعادتكم أو تعاستكم، فهذه المشاعر تنبع من العقل لا من الآخرين. إحنا نخلي فكرة صغيرة تفسد علينا يومنا كله، مثل لما كم قطرة حبر تفسد كأس من الماء الصافي. كيف يعني؟ مثلاً تقوم من النوم فتتذكر أن عندك موعد طبيب أسنان، فتوسوس وتقول أن العلاج قد يؤلمك وأنك أنت بتم كم من ساعة ما بتأكل شيء، وتقول في نفسك أن الألم بيزيد بعد انتهاء مفعول المخدر، وبتكون تعبان في المكتب، وتبدأ الأفكار تتراكم في راسك لين تتحول فكرة زيارة الطبيب إلى مأساة، وانت بعدك حتى ما قمت من السرير. ربع ساعة فقط كل صباح قد تغير حياتك. عدة دقائق وانت تمارس التأمل بتخليك قادر على السيطرة على أي فكرة تخطر في بالك، صغيرة كانت أم كبيرة، بدون قلق ولا تعب. لكن لازم أولاً تدرب دماغك تماماً مثل ما تدرب جسمك. الجميل في التأمل أنك ما تحتاج إلى معدات خاصة ولا أجهزة ولا تحضير، فغرفتك تكفي أو أي مكان هادئ. فقط أغمض عينيك وركز على التنفس العميق، لا تحاول تتحكم فيه، فقط راقب أنفاسك. يحاول عقلك أن يشوش عليك بالأفكار، لا تقاوم، خل الأفكار تعرض عليك لكن لا تحكم عليها إن كانت جيدة أم سيئة. راقبها فقط وهي تدخل وتطلع، وتذكر دائما أنك مركز على مراقبة تنفسك. الموضوع بيكون صعب في البداية، مثل لما ترجع لرياضة الجري بعد سنوات من الانقطاع، لكن مع الوقت بتتمكن منه. منذ سنوات طويلة وعلماء الأعصاب والنفس يدرسون التأمل، ولا تكاد تجد دراسة تخلو من الثناء على الآثار الإيجابية والملموسة للتأمل، مثل التخلص من التوتر وتخفيض ضغط الدم وتحسين المزاج. لكن في السنوات العشر الأخيرة انصب اهتمام العلماء على فهم كيفية عمل التأمل في الدماغ، وعلشان يفهمون التأمل بدقة قاموا بفحص أشخاص لم يسبق لهم أن مارسوا التأمل في حياتهم. فشو سووا؟ حطوا لهم جدول علشان يمارسون التأمل كل يوم لستة شهور، وتم يراقبونهم، واكتشفوا بأن التأمل مش فقط خفض ضغط الدم والتوتر، بل أيضا زاد من قوة جهاز المناعة. وفي بحث أجرته كلية هارفارد للطب اكتشفوا أن الجينات الخاصة بمحاربة الأمراض والمسؤولة عن قتل الخلايا المسرطنة تنشط أكثر بعد شهر فقط من ممارسة التأمل. لكن كيف يحصل هذا؟ العملية بسيطة. لما يمر الإنسان بمشكلة ما والحياة اليوم كلها مشكلات وصراعات، يفرز جسمه هرمونات التوتر والإجهاد مثل الكورتيسول، اللي لما تبقى مرتفعة في الجسم يصاب الإنسان بأمراض القلب وضغط الدم وضعف جهاز المناعة وضعف الخصوبة وغيرها.
التأمل عاد يؤدي إلى الاسترخاء اللي يقلل من هذه الهرمونات الضارة ويطلق هرمونات مفيدة كهرمون النمو المسؤول عن إصلاح الخلايا والأنسجة وتقوية جهاز المناعة. رغم أن جسم الإنسان يكتمل نموه في مرحلة عمرية معينة، إلا أن دماغه يستمر بالتغير وخلق روابط عصبية جديدة مع كل شيء يتعلمه. وفي حلقة الموسيقى بتشوفون كيف تنمو هذه الروابط العصبية لما نستمع أو نعزف الموسيقى. والتأمل أيضاً يقوم بتقوية هالروابط العصبية في الدماغ، مثل ما حمل الأثقال يقوي العضلات. لكن كيف يؤثر التأمل في الدماغ؟ وجد العلماء بعد دراستهم لأدمغة عدة أشخاص يمارسون التأمل زيادة كبيرة في كثافة المنطقة الرمادية في الدماغ. هذه المنطقة تغطي مناطق أصغر تتحكم في أهم الأشياء في الجسم، كمنطقة التحكم بالنفس والمشاعر. ولما تزيد كثافة المنطقة الرمادية يزداد نشاط هذه المنطقة، وتكون لديك قدرة أكبر على التعامل مع المواقف الصعبة، وتصبح أكثر مرونة في التأقلم مع الأوضاع من حولك. ومنطقة الفص الجبهي الموجودة في القسم الأمامي من الرأس، هذه المنطقة هي المسؤولة عن القدرة على التخطيط وحل المشكلات والتحكم بالمشاعر. ولما تزيد فيها كثافة المنطقة الرمادية تكون قادر على التفاعل مع مشكلاتك باستقرار أكبر، وتفكر بعقلانية، وتستحضر المشاعر السعيدة بسهولة. في منطقة في الدماغ تسمى حصان البحر، لأن شكلها يشبه حصان البحر، وتسمى أيضاً قرن آمون، وهي المنطقة المسؤولة عن الذاكرة والتعلم. وكلما ازداد نشاط المنطقة الرمادية فيها أصبحت ذاكرتك أقوى وقدرتك على التعلم أفضل. وأيضاً منطقة اللوزة المخية تسمى أميجدلا، وهي منطقة المشاعر المسؤولة عن الخوف والقلق. التأمل يؤدي إلى خلق توازن في هذه المناطق. وما لداعي أقولكم أن القلق يؤدي إلى التهاب المفاصل والربو والأمراض الجلدية ومشاكل صحية كثيرة. يعني عندك قولون عصبي، مارس التأمل. بتقول ليش؟ لأن القلق يزيد تهيج القولون، والتأمل من أفضل الوسائل لمكافحة القلق. لما تسوق سيارتك أو تطبخ أو حتى وانت تشوف فيلم، فأنت في الحقيقة تعيش في عالم بعيد عن الواقع. تفكر في مشاكلك في الماضي والمستقبل، وتنسى هذه اللحظة، تنسى الآن. هالحالة تسمى علمياً Default Mode Network، أو الوضع الافتراضي للدماغ. في يعني في هاللحظة أنت تكون أسير شؤونك أنت، مشكلاتك، أحلامك، تحدياتك. ومع غرق الإنسان في هذه الحالة يصاب بالتعاسة، ومع استمراره بالعيش بهالطريقة قد يصاب بالهلع، وقد ينتهي به الحال للإصابة بالزهايمر. التأمل ما يساعدنا فقط على السيطرة على الجزء الخاص في الدماغ اللي يتحكم بالديفولت مود نتورك، بل ويمكننا من اختيار وضع افتراضي آخر من اختيارنا. يعني ما يخليك تفكر أنك قد تخسر وظيفتك وانت توك مترقي في عملك. ترى حد من الناس عايش بهذه الطريقة، ما يعرف يفرح ويستمتع بالحياة، ودائما يفكر بالأشياء اللي بيخسرها بدل ما يستمتع بمكتسباته ونجاحاته في الحياة. التأمل يخلص الإنسان من هذه الإرباكات النفسية ويخليه يستمتع بكل لحظة في حياته. قل النوم يسبب اكتئاب، والاكتئاب يسبب قل النوم. يعني حلقة مفرغة. وفي دراسة أجريت في جامعة كامبريدج، حطوا مجموعة من المرضى اللي عندهم اكتئاب وخلوهم يمارسون التأمل لست شهور، فبدأت حالتهم تتحسن. لكن المشكلة في الاكتئاب هو انتكاسة الإنسان بعد الشفاء. بس في هذه الدراسة لقوا أن الانتكاسة عند هالناس قلت بنسبة 40%. ليش؟ لأنهم قدروا من خلال التأمل أنهم يتحكمون بأفكارهم ومشاعرهم السلبية اللي كانت السبب في دخولهم في دوامة الاكتئاب. ومرة ثانية
ليش قدروا يتحكمون في هالمشاعر؟ لأن التحكم بالدماغ صار أقوى مثل ما قلنا قبل قليل. التأمل من وسائل مكافحة الإدمان، وما أقصد فقط الإدمان اللي نعرفه كالمخدرات والكحول، بل يشمل كل أنواع الإدمان مثل إدمان الطعام والتدخين والإنترنت والتسوق وغيرها. مشكلة الإدمان أن الأمور تخرج عن السيطرة، ولا نشعر بالرضا والسعادة إلا لما نمارس هذه الأفعال اللي ارتبطت في عقولنا بالسعادة. التأمل هو الأداة اللي تساعدنا على التحكم بمشاعرنا، أو بالأصح على التحكم بإدماننا وكسر ما تعودنا عليه. في دراسة أجريت في جامعة نيو مكسيكو، اكتشف الباحثون أنه بعد 10 أيام فقط من التأمل اليومي أصبح مرضى الإدمان على المخدرات والكحول والتدخين والتسوق والإنترنت أصبحوا متجاوبين مع العلاج أكثر. واكتشفوا أيضاً أن الصحة العقلية لهؤلاء الناس استمرت في التحسن. التأمل أنواع كثيرة، فهناك التأمل بالتنفس اللي تركز فيه مثل ما ذكرنا على تنفسك دون محاولة التحكم فيه، فقط تسترخي وتراقب أنفاسك. وهناك التأمل بالكلمات، مثلاً تكرر كلمات أو جمل معينة كالذكر والتسابيح والاستغفار، بحيث يكون تركيزك على جملة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ومع الممارسة تبدأ تطهر تفكيرك من الأفكار السلبية. وهناك التأمل البصري، وفي هذا النوع تختار صورة في بالك، منظر طبيعي مثلاً أو بحر أو حيوان جميل، وتبدأ تفكر فيه وتغوص في تفاصيله. وهناك التأمل الحسي اللي نمارسه لما مثلاً نطلع البر، ما تشوفون الناس متحلقة حول النار وتنظر فيها وتستمتع بصوت احتراق الحطب؟ هذا تراه أحد أنواع التأمل. وهناك طبعاً تأمل التفكر، أي التمعن في خلق الله سبحانه وتعالى، في الجمال، في الفلسفات المتعالية، وهذا لا يصل إليه إلا الممارس المحترف وصاحب العمق الروحي والمعرفي. مع ازدياد الوعي الصحي عند الناس، يمكن يأتي يوم بيكتب لك الطبيب التأمل في الوصفة الدوائية، ويمكن يدرس التأمل في المدارس والجامعات. أقترح عليك إذا حبيت أنك تمارس التأمل أنك تروح عند مدرب محترف. ليش؟ لأن التأمل عالم كبير جداً، فيه تقنيات كثيرة للعقل والجسد. كثير من الناس اللي عرفهم مارسوا التأمل واليوغا اكتشفوا أن هناك عالم كبير جداً كان غايب من حياتهم. وأخيراً، التأمل مش محصور على فئة أو مرحلة عمرية معينة، بل متاح لكل الناس. وأجمل ما في التأمل هو اسمه تأمل، لأنه يحمل عبق الأمل في ثناياه. يقول الشاعر: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أصعب العيش لولا فسحة الأمل.